جولة اقتصادية نتابعها مع حضراتكم الآن. باقة من أخبار المال والأعمال بصحبة دينا شرف. إليك دينا. شكرا لك محمد، شكرا لك نهى. والآن موعدنا مع أخبار المال والأعمال محليا وعالميا. عقد وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا جلسة مباحثات مشتركة مع وزير الطاقة الروسي نيكولاي شلوغينوف، وذلك لبحث دعم وزيادة التعاون المشترك بين البلدين في أنشطة صناعة البترول والغاز. وشهد اللقاء استعراض أنشطة الشركات الروسية العاملة في مصر في مجال البحث والتنقيب عن البترول والغاز وفي مناطق عملهما بالصحراء الغربية والبحر المتوسط. كما تطرق اللقاء إلى الحديث عن استضافة مصر لقمة المناخ COP27 في نوفمبر المقبل، وتخصيص يوم ضمن فعاليات القمة لمجال إزالة الانبعاثات الكربونية. جاء ذلك على هامش أعمال الاجتماع الوزاري لمنتدى الدول المصدرة للغاز الطبيعي الذي اختتمت فعالياته أمس بالقاهرة. وإلى أسواق المال، حيث أنهت البورصة المصرية التعاملات على ارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بمشتريات محلية وأجنبية. وارتفع رأس المال السوقي بنحو 4.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 720 مليار و 371 مليون جنيه. وعلى صعيد المؤشرات، فتح مؤشر إيجي إكس 30 عند 10475 نقطة ليرتفع بنسبة 75% ليغلق عند مستوى 10553 نقطة. وفتح مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إيجي إكس 70 متساوي الأوزان عند مستوى 2209 نقاط ليرتفع بنسبة 75% ليغلق عند مستوى 2225 نقطة. كما فتح مؤشر إيجي إكس 100 متساوي الأوزان عند مستوى 3169 نقطة ليرتفع بنسبة 82% ليغلق عند مستوى 3196 نقطة. أعلن وزير الاقتصاد الياباني شيجو بوكي جوتو أن الحكومة تعتزم طرح حزمة اقتصادية وصفها بالجريئة تركز على تدابير للتعامل مع ارتفاع الأسعار وتراجع قيمة الين وتحقيق زيادات هيكلية في الأجور. وقال وزير الاقتصاد الياباني أنه سيعمل على الاستجابة بسلاسة لارتفاع الأسعار والتغيرات الاقتصادية الأخرى، كما سيضع في اعتباره المخاطر الراهنة مثل ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء واحتمال تباطؤ الاقتصاد العالمي. ختام أخبار الاقتصاد وعودة مرة أخرى إلى نهى ومحمد. إليكم. شكرا جزيلا لك دينا.